ما زال الترقب هو سيد الموقف بعد فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. تكثر هنا التحليلات والتكهنات حول ما إذا كان دونالد ترامب ينهي أيامه المتبقية في الرئاسة بوضع التوتر في أشده، خاصة تجاه إيران بعد التوتر الذي شهدته واشنطن مؤخرا. السمة العامة التي تجمع السوريين الآن في أي مكان هو للأسف سمة القهر، كله مقهور، أنه لوين نحن وصلنا، لوين البلد وصلت، كيف ممكن نحن على الأقل نرمم ما تبقى لنا ونعود إلى وطن أفضل بالنسبة لنا ككل. هل توافقين ما قالوا ضيفي بالاستديو أنه الموضوع يجب أن يكون بين السوريين كأفراد، كمبادرات، كأفكار، كمنظمات، كمجتمعات، وليس بين الدولة وكل تلك الأطراف؟ الآن مادتنا الوحيدة التي نستطيع الحديث عنها هي ما يجري للشارع السوري في الداخل والخارج، الحرب الاقتصادية، الحصار، المعاناة اليومية. يعني المواطن السوري بالنهاية يهمه كيف سيرى مستقبله، من سيطعم أبنائه في المستقبل، إلى أين سيذهب في المرحلة القادمة، هل من أمان بعد أن حقق الأمن؟ هي كتير أمور تشغل بال الشارع السوري. هل فعلا ترى بأنه لدى هذا المحور الآن أولويات متعلقة بحربه ضد الإرهاب ربما أخذته إلى مكان آخر؟ أنا عم أقول من باب مشروع، لأنه ممكن أيضا يسأل عن حدود هذا الدور الروسي، مستقبل هذا الدور الروسي في المنطقة. إن كان لدي هذان الخياران، أن أقف إلى جانب سوريا أو الشعب السوري، أو أن أتفادى العقوبات الأوروبية والضغط الأمريكي، أيهما أختار؟ توجه الناخب السوري لصناديق الاقتراع في ظل ضائقة معيشية صعبة لم يسبق أن عاشها خلال سنوات الحرب التسع، ما أرخى ثقلاً إضافياً على حياته اليومية. طوال عقود كان الغطاء الأخضر والأشجار المثمرة في الريف السوري الغربي من أهم المناطق دعماً للأمن الغذائي، وهي الداعم الأكبر للاقتصاد السوري، ليس فقط زراعياً وإنما سياحياً وبكافة المناحي الاقتصادية. على ما يبدو أن لا تقدم في أعمال الدستورية في جنيف، لم يستطع غير بيدرسون أن يحدث توافق. المعارضة تتهم الحكومة السورية بمفاديها أنهم لم يبنوا أساساً من الثقة الأكيدة والقاعدة المتينة التي يمكن البناء عليها، وأي عمل لا يبنى على ثقة لا يمكن أن ينجز بطبيعة الحال. مو مشكلة. شو عملتوا مثلا من مبادرات؟ أول شيء قبل كان في أزمات اقتصادية عاش الشارع السوري، وين مبادراتكم بهذا الاتجاه؟ مع الاحترام الكامل لكم هي مجرد تساؤلات. بدنا نسمع بتجاوزات، وعلى لسان الحكومة العراقية أيضا وعلى لسان حيدر العبادي، بأنه في تجاوزات قد تمت من قبل الحشد الشعبي من خلال صور وفيديوهات قد بثت بعد انتهاء معركة تحرير الجانب الأيسر للموصل. خفت شعبية المقاومة بعد دخول الحرب في سوريا لبنانيا وعربيا؟ ما هي الرؤية؟ ما هي الصياغة؟ لا سيما أنه في البعض يتحدث عن أن قوات سوريا الديمقراطية أو حتى وحدات حماية الشعب الكردية تقول بأنه أنا لست ضمن مكون واحد، عندي سوريان وعندي عرب وعندي كثير من المكونات الأخرى اللي عم تقاتل معي. أنت كرجل دين وكمواطن من تلك المنطقة، ما الذي يدفع بعض منهم ليلتحقوا بالقتال؟ هذا الفكر آني أم هو استراتيجي؟ فكر المصالحة لا يمكن أن يكون آني. قيادات قسد تقول بأنها تحارب داعش وبأنها طردت داعش من المنطقة وبأن كان لها الدور الأكبر بطرد داعش من المنطقة. المتحدث باسم الرئاسة التركية تحدث عن أنه أي حكومة ليبية جديدة أو أي وضع سياسي في ليبيا جديد لن يؤثر على الاتفاقات الموقعة بين طرابلس وأنقرة، وهو ما ستعتمد عليه تركيا في المرحلة المقبلة. هل هذا يعني أن تركيا تثبت أقدامها اقتصادياً أكثر في ليبيا؟ هنا هو الإجابة على أسئلة الشارع أيضاً بهذا الاتجاه، أن إيران هي جزء من المشكلة وليست جزء من الحل، بمعنى أنه لو سحبت يدها سوريا عن هذا، هذه العلاقة بين إيران، كان قانون قيصر أزيل، كانت الانفتاح رجع مرة أخرى، وكانت الأمور ربما كانت أفضل بالنسبة للشارع السوري.
هل فعلا انفك الارتباط بين دمشق وطهران الأفضل لدمشق من وجهة نظر الآخرين؟ وهل هذه الشروط ما زالت قائمة لعودة الانفتاح؟ بمعنى هل هنالك أثمان تدفع بهذا الاتجاه يراد لها لدمشق أن تدفع؟ معالي الوزير، الناس تعبانة في الشارع، بمعنى أنه إذا كنا عدنا إلى الوراء 5 أو حتى 10 سنوات لم يكن هذا التعب موجود في الشارع السوري، وسببه اليوم الوضع الاقتصادي القائم. إذا كان 3/4 من حصار وقانون قيصر، وفي جزء منه أيضا من وجهة نظر الاقتصاديين سوء إدارة اقتصادية في الداخل. اليوم ونحن نبحث عن المعلومة للشارع السوري، هل ثمة انفراجات بهذا الملف؟ كصحاف في سوري بتشوف أنه المواد اللي سربت أم طبقت إلى أي حد ممكن أن تشكل خطر على حرية الصحافي السوري؟ ما هو دور الأردن في الواقع السوري الجديد؟ وبأي اتجاه؟ وكيف نقرأ هذا المسار الذي يخطه الآن الملك الأردني؟ اليوم البنك الدولي يقول أنه الوضع بلبنان هو الأسوأ بالعصر الحديث. أمام الشعوب في المنطقة رست معادلات جديدة. البراءة من رغبات واشنطن هو لسان حالها اليوم، لكن كيف السبيل إلى ذلك وسط واقع لا يقرأ إلا من زاوية الاختلاف في الرؤى والمشاريع والاصطفافات السياسية؟ هل سنشهد بدايات لأزمات جديدة أم سنشهد ربما تفاهمات تختلف فيها صورة المنطقة؟ تنهي الحرب على سوريا عامها 10 دون إقفال كامل لهذا الملف، والذي ما زال مشرعا أمام سيناريوهات تدخلات واصطفافات سياسية إقليمية ودولية. على الرغم من الخطوات العملية الهامة التي حققتها الدولة السورية باستعادة معظم الجغرافيا من المسلحين وإطلاق عمليات تسوية واسعة مع حاملي السلاح، إلا أن الحل السياسي لم ينضج بعد، وما زال الوضع الاقتصادي مثار قلق المواطن السوري وبشكل يومي. وهنا أتحدث مع ضيوفي في مسارين. المسار الأول، كيف تبدو المرحلة القادمة من حيث التحركات السياسية والدبلوماسية؟ وهل تجاوزت سوريا مرحلة الخطر في حربها أم ما زال أمامها طريق طويلة في هذا الشأن؟ ومن ثم أسأل في الأدوار الإقليمية والدولية، هل يسمح لروسيا بأن تخوض غمار التسويات بمفردها؟ وهل تستطيع موسكو أن تسلك طريق التسويات الكبرى؟ ماذا عن الأدوار الأخرى لتركيا والولايات المتحدة وآخرين؟ وهل يقود الغرب المنطقة مرة أخرى إلى حروب وتسخين في الميدان؟ أم أنه عام التسويات وهو المحور الثاني الذي أناقش به ضيوفي؟ تداول خبراء اقتصاديون وسياسيون خلال هذه الفترة موضوع خط الغاز العربي، وبدأ التحليل بجميع أبعاده على رأسها السياسية والاقتصادية. الخط الذي يبدأ من مصر إلى الأردن عبر سوريا إلى لبنان رأى فيه البعض تعبيداً للطرق السياسية وردماً للجسور الدبلوماسية المقطوعة. أناقش مع ضيوفي في نبض الشرق إمكانية تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع في ظل وجود تدمير في البنى التحتية في سوريا وفي ظل انعدام للخدمات في لبنان. كان معكم كبار وصغار ولا كلكم كنتوا صغار؟ في العام 2014 حلقت طائرات فرنسية في الأجواء السورية كثاني دولة تنضم إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، وبعد 7 سنوات على ما قال التحالف أنه ملاحقة للتنظيم الإرهابي للقضاء عليه، صرحت مؤخراً وزيرة الدفاع الفرنسية عن احتمال إعادة التنظيم لنشاطه في سوريا والعراق. على الرغم من إعلان بيان عن المجموعات المسلحة، فشل المفاوضات مع الحكومة السورية حول التسوية المقررة لمسلحي درعا، إلا أن المصادر من الداخل ما زالت تتحدث عن اجتماعات لم تنتهي بعد بين وجهاء البلد واللجنة العسكرية الأمنية في المحافظة، وذلك في محاولات لاستمرار مسار التفاوض والحديث عن بذل جهود إضافية لعدم إراقة الدم.